أول لحظة لفت لي نظري هو بندقية قديمة شغل بريطانيا. لقيت إنه هذه البندقية عمليا يعني هي عمرها بالمئتين 300 سنة. طلع ببالي أنا مشروع إنه إذا هاي البندقية عمرها 200 سنة يعني اللي صنعها بعد ما ماتش بعده عايش، لأنه الإنسان لو مات بيبقى ذكره موجود. طيب هيدا 200 سنة وبعد بتعيش هيدي 500 سنة، يعني ممكن الإنسان يخلد بالحياة من خلال أعمال بيعملها. طلع ببالي إني أنا لازم أعمل شيء لبعد الموت، لأنه الحياة منا دائمة والحياة ثانية. ففكرت إني أعمل هاي البندقية اللي شفتها، سويت مثلها، أخذت قياساتها وسويتها هي ذاتها، يعني سويت مثلها. وشفت واحدة تانية كمان سويتها، هودي محطوطين عندي بالبيت فوق لأنه متورخهم تقريبا، متورخهم يعني لأولادي، لأولاد أولادي، للأجيال اللي بتجي بعد، هادو مش للبيع هودي. حقيقة أنا أساسا عندي هواية بالفن، يعني بحب الفن، بحب الفن. أنا وصغير كنت أرسم، بس ما كنت أرسم بمعنى أني أنا هاوي أرسم، أرسم هيك يعني مجرد أنه مشان رغباتي بس مش أكثر، لأنه أنا أساساً تعلمت عملت كهرباء. أنا صياد، يعني أنا كان عندي يعني أجالي كلاب أظهر على الصيد وكذا. من هذا المنطلق أنا فكرت أني أنا أول شيء بلشت بالتصليح، تصليح يعني مثلا رفاق الصيادين يجوا لعندي يصلحوا، وأغلبوا مجانا، يعني ما كنت أنا أفكر أخذ مصاري، كنت عم بشتغل ووضعي كثير المادي منيح. إلى أنه حصلت الموضوع الكورونا واضطريت أني أقعد فترة طويلة بالبيت. من هون أنا فكرت أنه هذا التصليح ما بيعمل شيء، ما بيعمل لك تاريخ، لأنه التاريخ عمليا هو مرتبط بالأجيال، مرتبط بالدول. الدولة اللي ما عندها تاريخ، يعني مش بس تاريخ، تاريخ بوريد، هو تاريخ ثقافي، تاريخ صناعي، تاريخ كذا، هذا اللي بيبقى. يعني الدول بتروح وتاريخها بيبقى عبر، وخصة الفن، الفن هو أهم شيء إنه تلمس التاريخ من خلاله. فأنا فكرت إني صنع بوريد القديمة. هلأ يمكن كلهم مش نفس البوريد، أنا أضفت على هاي البوريد، أضفت شيء له علاقة بشيء بالفن، رسم ونحت، لأنه يعني أغلب بوريدي أنا منحوت عليها. وهيك كفيت أنا، وما يعني بصراحة ما كني كتير قابض حالي، يعني أنا مني كتير مفكر حالي إني عم بعمل شيء إنجاز، مني قابض حالي، بس البعض بيجوا بشجعوني إنه شغلك منيح وشغلك حلو وشغلك كذا. كله بالإيد، يعني ما في عندي يعني ماتريال بمعنى إنه هو شيء كتير حديث أو كذا، يعني مقدح وزميل ومترقة وشغلة، ما في شيء، يعني ما في شيء إنه يطلع لك شيء. مع إنه اليوم في مكانات بتحفر هي لحالها وبتطلع هي لحالها، لا أنا كله بإيدي، كل البارودة، يعني كل البارودة مفروض يكون مثلا الماسورة كويسة والخشب كويس والنحت كويس، حتى يعني دهان البارودة يكون كويس، يعني يعطي القيمة القديمة. ممكن تدهني بارودة ترشيها تدهنيها تبين وكأنه عمرها يعني شهور. بيع يعني لأنه بالآخر أنا بدي استمر، يعني بدي أعيش. يعني إذا أنا مثلا أول شيء بموضوع البيع هو شقين، الشق المادي طبعا ما حدا بيرفض الشق المادي، الشق الثاني إني أنا بس حدا يشتري مني بارودة، في لذة، يعني في نوع من لذة إنه أنا صناعتي عم تروح، مش صناعة عم تبقى عندي بوجهي، عرفت كيف؟ إنه هيدا لو ما قدر الشغل ما أخده، مشان هيك يعني. وهذا أكثر منه موضوع المادي، إنه أنت يعني هيدي الصناعة عم تروح. كل البريد القصص، عرفتي كيف؟ بس يعني منا قصص طويلة بمعنى طويلة، بس عادة كانت القصص كتير حلوة، يعني إنه كنت اشتغلها وتطلع مزبوطة وتطلع منيحة وتطلع كذا. يعني ما هي الحياة قصة، حياة قصة، والبريد كل واحدة إلى قصة. يعني فيش بارودة مثلا يعني أحسن من بارودة أو مميزة عن بارودة، كلهم بيطلعوا مثل أولادي أنا، يعني هودي مثل أولادي بيطلعوا عندي. يعني هيدا خشب كبيرة، بتجي خشبة مثل بول قلي، يعني
وبزميل يعني نحط بزميل مش انه بمكانات او شيء، بزميل صور ناس قديمين تخيلتهم انا قديمين، شواربهم كبيره كيف كانت، تخيل هودي الفرسان القديمين يعني اكيد مش مثلي انا يعني كانوا طوال وكانوا قوية، ان تخيلتهم هيك ونحتت عندي ثلاث بوريد نحت مش انه، واغلب النحت يعني اغلب الصور على بوريد الرسم هو منحوت نحت مش انه مرسوم. انا بقول انا انسان يمكن تعرضت لاصابه بالحرب، وهي الاصابه بالعكس قوتني يعني ما ضعفتني قوتني، لانه الانسان اذا ما في اراده بالحياه ما في اراده بالحياه ما في شيء. في الله يرحمه المعلم كمال جملات كان يقول الحياه الاقوياء في نفوسهم لا للضعفاء، مشان هيك من هذا من هذا القول يعني بيستوحي الواحد انه ما فيك توقف في محلك، لازم تكفي لازم تكفي، واذا ما كفيتي الناس بتسبقك، خصة اذا انسان تعرض لمشكل بحياته ما في يستسلم، الاستسلام هو موت، مشان هيك انا يعني ما بفضل الموت ابدا، بحبوش يعني اساسا الموت، بحب الحياه لاخر لحظه. للاسف يعني انا بشوف احيانا يعني بالمجتمع في فئات بالمجتمع، في فئات ما بيعني لها شيء التراث خالص، ما بيعني لها كل شيء له علاقه بالفن، له علاقه بالذوق، يعني مع احترامي لهم طبعا هن ناس مذوقين وكل شيء يعني، بس بهالموضوع في ناس ما بيهمها، في ناس بهم الإزاز، بهم الشغلات السريعة، بهم الشغلات اللي ما فيها فن، ما فيها يعني كثير جدلية، عرفت كيف؟ وفي فئات بهمها، وهؤلاء الناس يمكن بالأعمار اللي مثل أعماري يعني، هؤلاء الناس لأنه بيربطوا الماضي بالحاضر. نحن إذا ما في عندنا تاريخ، إذا ما في عندنا تاريخ ما عندنا مستقبل، ما بنعرف شيء، إنه ما حد الإنسان ما مش محل ما هو خلق، إنسان في إله ماضي، في بي وجدي 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 وجدي، إذا ما كانوا هودي كانوا بالماضي، أنا منين جيت؟ أنا مش من فراغ يعني العملية، المفروض إني يرجعوا للماضي يشوفوا تاريخنا كان كتير مهم، مع إنه تاريخنا كان يمكن صعب بس كان كتير مهم، كان في إلفة، كان في محبة، كان في الناس تساعد بعضها، كان الناس يعني يراعوا خواطر بعضهم، اليوم للأسف التكنولوجيا ما حدا بتفرق معه.